عن الريال. الكرة خطيرة، كرة رائعة جدا من ليو في اتجاه سواريز. الثنائي الذهبي للبارسا كاد يفعلها في الدقيقة الثالثة في وقت كنت أرسله. راح رونالدو ماهوش متسلل رونالدو. هل كانت هناك وضعية تسلل أم لا؟ أنا قلت لا، رونالدو أيضا أعتقد بأنه لم يكن في وضعية تسلل. صعب الشهادة. سيرجي روبرتو، بابا بابا، جول 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 جول. لعبة ثلاثية من أروع ما يكون. سيرجي روبرتو من كاتالونيا يبعث الكرة للأوروغواي، من هنالك للويس سواريز القناص، لويس سواريز الخداع، لويس سواريز الماكر. جول أول لبرشلونة عند الدقيقة العاشرة من انطلاقة المباراة. إنه الهدف الرابع والعشرين للويس سواريز مع برشلونة. جول، يا له من جول. اللعبة كلها كانت رائعة، ويلها من أجواء، ويلها من صورة جميلة. الصورة العلوية انتع الكاميرا والصورة انتع اللقطة هذه، كم كانت رائعة اللعبة هنا والانطلاقة من التعديل للريال. البلدوزر رونالدو هو الذي عدل النتيجة للريال. نعم، رونالدو القاتل هو الذي يعدل النتيجة عند الدقيقة 15، مسجلا هدف 25، هدف ثمين لريال مدريد وهدف التعديل في ظروف صعبة مر بها الريال. لعبة رائعة من توني كروس في اتجاه رونالدو، من رونالدو لتوني كروس، من توني كروس لبنزيما، من بنزيما لرونالدو. جول، بابا بابا بابا. لعبة جول البارسا رائعة جدا، ولعبة جول الريال رائعة. ليو ميسي مع راكيتيتش. هيلو، بابا بابا بابا، يو 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 يو. بالمليمتر حطها ليو في اتجاه جورجي. رائع التمريرة ورائع الخروج من هنالك من جوردي ألبا. اليمنى ناتشو ورونالدو. لا، ايضا فرغت فادحة في دفاع برشلونة من كرتين، يعني من كرة واحدة الآن بين الفريقين. با 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 با. لا، رونالدو وجه لوجه يضيع كرة جول ثاني للريال. رائعة التمريرة من هنالك عن طريق توني كروس. رونالدو، لا، كرة ثانية ضائعة من رونالدو في ظرف 3 دقائق. الأولى وجها لوجه والثانية. راموس وصلت لكوتينيو. هائلة من كيلور نافاس وراكيتي. خداعين خداعين. توصل الكرة لسواريز، يرجع لكوتينيو. وضعية تسلل. يقول حكم المباراة لا يا سواريز، لا يا سواريز، لا يا سواريز، لا يا راموس، لا يا سواريز. الدقيقتان الأخيرتان من عمر الشوط الأول. طبعا ولو أن هذه نكهة تاع الكلاسيكو، هذه النكهة تاع الدربيات، هذه النكهة تاع المباريات الكبيرة، أو تضفي شيئا ما على. هل رقم قياسي يبقى عندك يا راموس؟ برسا هذا. لو لو، ميسي بدوره يتلقى البطاقة الصفراء، هي العاشرة لليو ميسي أمام الريال في الكلاسيكو، وهي الثالثة له هذا الموسم. من حس حظهم أن الشوط الأول سينتهي بعد حين، ممكن هذه الشحناء. لا 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 لا. سيندم ريال مدريد على تضييع كل هذه الكرات. وهي مرة أخرى خطأ آخر، أكيد ستكون هناك بطاقة حمراء. البطاقة يخرجها حكم المباراة في وجه سيرجي روبرتو، هي الحمراء عند الدقيقة 45 من عمر المباراة. ماذا فعل سيرجي روبرتو هنا في هذه الكرة من أمام مارسيلو؟ هل يستحق البطاقة الحمراء؟ طبعا يستحق أم لا، المهم خرج. تقدير حكم المباراة وتقديرنا وتقديركم قد يختلف، ولكن قرارات جو. أسنسيو، أسنسيو، با 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 با، يو يو، يلعب مباراة ريال مدريد ب11
عشرة لاعبا، البارسا بعشرة، ولكن ميسي يسوى عشرة. هل أخطأ سواريز أم لا؟ الحكم قال لا. ميسي استلم، ميسي دخل، ميسي راوغ، ميسي سدد، ميسي سجل، ميسي منح الفوز. ليو ليو ليو، جماهير البارسا لا ينقذكم إلا ليو. نعم ليو ميسي فعلها وسجل جول، وسجل هدفا ثانيا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة. سواريز راح سميدو، ترجع له بابا بابا ياي، اصطدم القطار باولينيو بكايلور نافاس. نعم قطار أنت يا باولينيو، اللاعب البرازيلي الذي سجل 8 أهداف هذا الموسم مع فريق برشلونة. اصطدام عنيف وقوي وفي الصدر، يعني ضربه في المكان اللي ما يقدرش يتنفس، وضربه في المكان الذي قد يصاب. رعب، كادت تتحول إلى ليلة القبل على القبض على ريال مدريد في الكامب نو. لا يفعلها ليو. وبابا جول، جارد بيل يباغتني ويباغت البارسا ويباغت مارك أندري تير شتيغن ويسجل جول. هدف مباغت ورائع يا جارد بيل، فعلها الويلزي وسجل جول. جول 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 لجارد بيل الذي يسجل هدفه 13 ويعدل النتيجة للريال. توني كروس، أسينسيو أسينسيو، جارد بيل بوم حطها. وبابا بابا بابا بابا، الحكم ماذا قال؟ ولا شيء يا مارسيلو. الحكم أليخاندرو هرنانديز يقول ليس هناك ضربة جزاء، واحنا ننتظر الإعادة. ليتقى الصفر على هذه، لمسوا شوية وزاد من عنده شوية. كتيج يلعبها بينية مع ليو، في الزاوية المغلقة ضربها ليو، وبالرجل اليمنى ضربها ليو، وكاد يسجلها ليو. الهدف الثالث لبرشلونة كاد يأتي. لو يفوز البارسا اليوم على الريال، لو يفوز البارسا على الريال اليوم.